السلام عليكم شباب. كاس كوات عدد 2 طيور ترويض جديد بدون كلام. هذا واحد وهذا الثاني. تعال حبيبي اصعد شوي، اخاف من الكاميرا لان قريبة عليه. اصعد كوكو، تعال بابا اصعد. هذا يصعد من داخل وخارج القفص. اصعد كوكو، الطيور اللي ياخذهن طيرة وفحل يفيدنا، واللي ياخذ كل واحد وحده هم يخدمنا ان شاء الله. انا اعمارهن بعدهن بداية الاعمار، اعمارهن حلوة. هذا 9 اشهر الضخم، وهذا 1 سنة و2 شهر. سعر التك 650 ألف. طيور مثل ما قلنا ترويض جديد، بعدهن ما مستقرات. مكاني بغداد الحسينية، نهاية مدخل التاكسيات قرب جراج الأسدي. سعرهن 650 ألف بدون أقفاص الطيور، بهن مجال قليل إن شاء الله، يعني حق الجاية. واللي ياخذهن إن شاء الله يشوف ألف خير بهن. تحياتي أخوكم أبو رضا.